ليه وزارة التضامن الاجتماعي قررت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي مد فترة تلقي طلبات حج الجمعيات الأهلية حتى يوم 6 أبريل المقبل بدل من يوم الخميس 30 مارس، وده بهدف منح فرصة أكبر للمواطنين ليتمتعوا من التقدم والتسجيل ببوابة الحج الإلكترونية، حيث خصصت 12,000 تأشيرة حج لأعضاء الجمعيات الأهلية بعد زيادة حصة الحجاج المصريين بنحو 20% من العام الماضي، ووزعت على هذه التأشيرات على المحافظات. معنا الأستاذ أيمن عبد الموجود المدير التنفيذي لمؤسسة الحج بوزارة التضامن. صباح الخيرات أستاذ أيمن، أهلا بك يا فندم. صباح الخير يا فندم على حضرتك وكافة المشاهدين. يعني احنا دلوقتي تلقي طلبات الحج اتمدت لغاية، عشان نقول للناس، لغاية يوم 6 أبريل، يعني بكرة مش الموعد الأخير. تمام، هو كان اتحدد مسبقا عند فتح باب التقديم ان كان يوم 30 مارس نهاية تقديم طلبات الحج، ولكن الوزارة ارتأت ان تدي مهلة اكتر للمواطنين، خاصة ان احنا كنا مدين مهلة للمديريات التضامن ان هي تسجل على بوابة الحج حتى يوم 6 أبريل، فبناء عليه ادينا مهله برضه للمواطن ان هو يسلم طلباته من خلال الجمعيات للادارات الاجتماعيه حتى يوم 6 ابريل القادم لاتاحه الفرصه للتسجيل على بوابه الحج. يعني اي حد سهل جدا انه يدخل على بوابه الحج الالكترونيه ويسجل بياناته. مخصصينها من خلال الموظفين التابعين لوزاره التضامن في المحافظات، هم اللي بيسجلوا الاستمارات الخاصه بالحجاج، يعني المواطن مش هو اللي بيسجل الاستماره الخاصه بيه، المواطن بس بيملى البيانات الاستماره وبيسلمها، انما المديريات هي اللي بتسجل على بوابه الحج، لان احنا بنتاكد بنراجع صحه الاستماره الاول من خلال الجهه الاداريه في كل محافظه، وبعد كده بيتم التسجيل مباشره على البوابه. احنا السنه دي يا فندم في زياده 20%، 12,000 تاشيره حج اضافيه. لا مش الحصه بقت 12,000، هو في زياده لجميع الجهات المنظمه بنحو نسبة 20% مقارنة بالعام الماضي، طبعا نتيجة لقرار المملكة العربية السعودية بعودة حصة حجاج دول العالم الإسلامي لعام 2012 بعد إلغاء قرار ال 20% التخفيض اللي كان تم عشان توسعات الحرم. بناء عليه مجلس الوزراء قرر إعادة التوزيع بزيادة النسبة 20% لكل جهة، وكل جهة بدأت في إجراءاتها اعتبارا من بداية هذا الشهر، وإن شاء الله بإذن الله مفترض الاجره هتجرى على منتصف شهر ابريل القادم لاختيار الحجاج الفائزين ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. التنسيق يا فندم هنا مع الجهات ووزاره الحج في المملكه العربيه السعوديه، لانه كمان كان في خبر من يومين ثلاثه انه المملكه العربيه السعوديه ادت فتره سماح للمصريين الموجودين هناك بشكل غير شرعي للتوفيق بين اوضاعهم عشان موضوع الحج. تمام، لا هو الامور طبعا التاشيرات الحج بتبقى تاشيرات نظاميه بتتم من خلال الجهات المنظمه في مصر مع التنسيق مع المملكه العربيه السعوديه، ولكن الناس المتخلفين المتخلفين هناك من المصريين الموجودين في السعوديه دول تاشيراتهم مش تاشيرات حج، دي تاشيراتهم كانت تاشيرات يا اما عمره يا اما كانت زياره من العام الماضي، ودي مهله تم منحها لكافه الجنسيات لتوفيق اوضاعها. انما دي ملهاش علاقه خالص بالاجراءات المتعلقه بالحج. تمام، بشكرك شكرا جزيلا استاذ ايمن عبد الموجود مدير مؤسسه الحج بوزاره التضامن.